مصر تزرع في الصحراء سمكة وتصبح حديث العالم بإنتاج ضخم لا يمكن توقعه، أكبر مزارع للأسماك في الشرق، الدولة الأولى على مستوى إفريقيا بين الاكتفاء والتصدير. بين البحيرات الطبيعية والمزارع الصناعية مصر تبتكر وتنتصر. إليكم الحكاية الكاملة، لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. تستغل مصر وهي دولة ذات تاريخ عميق متشابك مع نهر النيل مواردها المائية بطريقة حديثة لتبرز كواحدة من اللاعبين الرائدين في تربية الأحياء المائية. نمت تربية الأسماك في مصر بشكل كبير في العقود الأخيرة، وذلك بفضل التقدم التكنولوجي والظروف الجغرافية المواتية والمبادرات الحكومية، لتصبح الثروة السمكية في مصر من أهم مصادر الدخل القومي، كما أنها مصدر للبروتين الآمن الذي يوفر احتياجات الغذاء داخليا. تشغل الثروة السمكية في مصر مساحات شاسعة تزيد عن 13 مليون فدان، أي ما يعادل حوالي 150% من أراضيها الزراعية. تتنوع هذه المصادر وفقا لطبيعتها، منها البحار كالبحر الأحمر والمتوسط، ومنها البحيرات والتي تشمل أيضا مصادر المياه العذبة من نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف. بالإضافة للمصادر الطبيعية السابقة، هناك مصادر صناعية أخرى من صنع الإنسان كبحيرة ناصر وبحيرة الريان. توجد أيضا مزارع سمكية في مختلف أنحاء مصر. أعطت حكومة مصر الأولوية لتربية الأحياء المائية في استراتيجيتها لرؤية 2030، مع التركيز على المسارات المستدامة والتقدم التكنولوجي والشراكات مع القطاع الخاص. تشمل بعض المبادرات الرئيسة توسيع أنظمة تربية الأحياء المائية والزراعة المتكاملة وإدخال سلالات البلط المحسنة وراثياً، وتشجيع الاستثمارات في مصانع الأعلاف والمفرخات للحد من الاعتماد على الواردات. وبسبب هذه الثروة في الاستزراع السمكي، ارتفع إنتاج مصر من الأسماك بشكل هائل، لتصبح في المركز الأول إفريقياً والثامن عالمياً في قطاع الاستزراع السمكي. وتأتي البلاد أيضا في المركز السابع عالميا في الاستزراع السمكي بحسب إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة. الأولى إفريقيا. بلغ إنتاج مصر من الأسماك نحو 2 مليون طن في عام 2023 بنسبة اكتفاء ذاتي نحو 85% بحسب تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. تحتل البلاد المرتبة الثالثة في إنتاج البلط، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي والفائض للتصدير مع دخول كافة المشروعات القومية بكامل طاقتها الإنتاجية. قامت الحكومة مؤخراً بإنشاء هيئة حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، والتي تتضمن عدداً من اللوائح والتسهيلات لدعم صناعة تربية الأسماك. كما وافقت الحكومة على تحمل تكلفة أجهزة التتبع لمراكب الصيد، والتي قد تصل إلى 30,000 جنيه للمركبة الواحدة. وتم إطلاق مبادرة بر أمان لدعم الصيادين، والتي استفاد منها نحو 42,000 صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد. وفي الوقت نفسه أطلقت مصر 21 منطقة بحرية، 9 منها في البحر الأحمر و12 في البحر الأبيض المتوسط. كما سيتم إنشاء مناطق لوجستية بمساحة لا تقل عن 1 كيلومتر على الساحل لبناء أقفاص بحرية. الاستزراع السمكي. يعد مشروع غليون أحد أكبر مشاريع الاستزراع السمكي في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وأحد أكبر مشاريع الاستزراع السمكي على مستوى العالم. افتتح في 18 نوفمبر عام 2017 بتكلفة 14 مليار جنيه. يضم المشروع مزرعة سمكية على مساحة 4,000 فدان، تضم 1,359 حوضا للأسماك والجمبري، ومنطقة مفرخ، ومنطقة بحثية، ومنطقة صناعية على مساحة 55 فدانا، تضم مصنعا للتجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 طن يوميا، ومصنعا لإنتاج الأعلاف بطاقة إنتاجية 180,000 طن سنويا، ومصنعا لإنتاج الثلج بطاقة إنتاجية 60 طنا في اليوم.
من أهم أهداف المشروع سد الفجوة الغذائية في قطاع الأسماك وخفض استيراد الأسماك بنحو 27%، التخفيف من معدل البطالة حيث يعمل في المشروع 5000 شخص، بالإضافة إلى تشغيل غير مباشر يصل إلى 30,000 عامل. وتعد محافظة الفيوم موطناً لبحيرة قارون ووادي الريان، وهي مركز تاريخي لتربية الأحياء المائية. تشتهر المنطقة بمزارع الأسماك الواسعة التي تستفيد من المياه المالحة من البحيرات القريبة وموارد المياه الجوفية. تستخدم المزارع في الفيوم أنظمة تربية الأحياء المائية المتكاملة، حيث يتم الجمع بين تربية الأسماك والزراعة والاستفادة من مياه الصرف السمكي كسماد للمحاصيل. وكانت قد خضعت بحيرة المنزلة الواقعة في دلتا النيل لإعادة تأهيل كبيرة لدعم تربية الأحياء المائية. تعد المنطقة موطناً للعديد من مزارع الأسماك الكبيرة التي تدعمها استثمارات الحكومة والقطاع الخاص. ففي منطقة الوادي الجديد في مصر تعد مزارع الأسماك في توشكا جزءاً من مشروع تنمية زراعية أوسع نطاقاً يهدف إلى تحويل المناطق الصحراوية إلى أراضي منتجة. تقع توشكا في منطقة صحراوية وتستخدم قنوات الري والخزانات لتربية الأحياء المائية. تهيمن أسماك البلط النيلي على الإنتاج مع خطط لتنويع الإنتاج إلى سمك السلور والروبيان. وتستخدم مزارع توشكا أنظمة المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية لتقليل تكاليف التشغيل ودعم الاستدامة. البحيرات السمكية. تمتلك مصر شبكة واسعة من البحيرات السمكية التي تعد مصدراً حيوياً لتعزيز الثروة السمكية في البلاد. تمثل البحيرات حوالي 11% من إنتاج مصر السنوي من الأسماك، ويعد تطويرها ضرورياً لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي وصل حالياً إلى حوالي 85%. أبرز هذه البحيرات بحيرة المنزلة التي تقع بين محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد والشرقية، وتمتد على مساحة 750,000 فدان، وتعتبر من أغنى البحيرات المصرية إنتاجاً، إذ تنتج أنواعاً متنوعة من الأسماك أبرزها البلطي والمبروك والبوري. هناك أيضاً بحيرة البرلس تقع بمحافظة كفر الشيخ، وتعد ثاني أكبر بحيرة طبيعية في مصر، وتساهم بشكل كبير في إنتاج الأسماك الطازجة للسوق المحلي، إضافة إلى بحيرة إيدكو التي تقع في محافظة البحيرة، إضافة لبحيرة مريوط التي تنتج كميات كبيرة من الأسماك أبرزها البلطي. تمثل البحيرات السمكية في مصر ثروة طبيعية هائلة يمكنها المساهمة بفعالية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.